الصين تتبرع بعشرة الملايين لمنظمة الصحة العالمية وترد على اتهامات موجهة لها إزاء كورونا. تركيا تسلم وزارة الصحة الفلسطينية مساعدات طبية لدعمها في مواجهة الوباء. تهديدات متبادلة بين واشنطن وطهران، والحرس الثوري يرد على ترامب ويحذر البحرية الأمريكية في الخليج. الأخبار من قناة i24 نيوز، أهلا بكم. حذرت منظمة الصحة العالمية من الاندفاع نحو تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب وباء كورونا، وقالت إن الفيروس سيبقى لمدة طويلة، وحذرت من خطر الشعور الزائف بالرضا عن الإجراءات الحالية وما قد يؤدي إليه من تهاون في المعركة ضد الفيروس. وجددت المنظمة تحذيرها من التصاعد في أعداد المصابين بالفيروس في قارة إفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا الوسطى والجنوبية. على الرغم من أن الأرقام منخفضة، فإننا نرى اتجاهات تصاعدية مقلقة في أفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية وأوروبا الشرقية، ومعظم البلدان لا تزال في المراحل الأولى من تفشي الوباء. تشير الأدلة المبكرة إلى أن معظم سكان العالم لا يزالون في وضع حساس، وهذا يعني أن الأوبئة يمكن أن تندلع بسهولة مرة أخرى. قالت الخارجية الصينية أن بلادها ستتبرع بثلاثين مليون دولار إضافية لمنظمة الصحة العالمية للمساندة في المعركة العالمية ضد مرض كورونا. وأضافت أن التبرع سيستهدف بشكل خاص تعزيز أنظمة الرعاية الصحية في الدول النامية. وذكرت أن الصين تبرعت بالفعل بمبلغ 20 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية الشهر الماضي. تأتي هذه الخطوة الصينية في وقت قطعت الولايات المتحدة أي تمويل للمنظمة العالمية. قررت الصين التبرع بمبلغ إضافي قدره 30 مليون دولار نقدا لمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى مساهمتها السابقة البالغة 20 مليون دولار لدعم الحرب العالمية ضد فيروس كورونا وتعزيز النظام الصحي في البلدان النامية. قالت وزارة الخارجية الصينية أن دعوة أستراليا لإجراء تحقيق مستقل بشأن تفشي فيروس كورونا مناورة سياسية. ودعت بكين أستراليا لوقف ما وصفته بالانحياز الفكري. وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قد قال إن كل أعضاء منظمة الصحة العالمية يجب أن يتعاونوا في دراسة مستقلة مقترحة حول انتشار الفيروس. نوصي أستراليا بتحييد تحيزها الأيديولوجي ومناورتها السياسية والتركيز على صحة وسلامة الشعب واتباع رغبة المجتمع الدولي في التعاون وتقديم مساهمة بناء في التعاون الدولي لمكافحة الوباء وليس العكس. أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن بلادها مستعدة لتقديم مساهمات أكبر بكثير في ميزانية الاتحاد الأوروبي. وقالت ميركل أمام النواب الألمان إن خطة أوروبية لتحريك الاقتصاد قد تدعم الانتعاش خلال السنتين المقبلتين. وأضافت أن ألمانيا لا تزال في بداية الوباء وسيتعين عليها العيش معه لفترة طويلة. نحن مستعدون لتقديم مساهمات أكبر بكثير في ميزانية الاتحاد الأوروبي في روح من التضامن إزاء الركود الاقتصادي الناجم عن وباء فيروس كورونا. توجد خطة أوروبية لتحريك الاقتصاد تدعم الانتعاش خلال السنتين القادمتين، وستعمل الحكومة على ذلك. أعلنت إيطاليا عن وصول 300 طبيب وممرض أجنبي من عدة دول منها الصين، ألمانيا والولايات المتحدة لدعمها في مكافحة الفيروس. وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية عن قيام قواتها بعمليات تطهير للشوارع ودور العجزة في منطقة بريشيا الشمالية، يشار إلى أن الوباء أدى لوفاة أكثر من 25 ألف شخص وإصابة قرابة 190 ألف حالة.
أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لرفض الولايات المتحدة الاستجابة لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران والسماح بمساعدات اقتصادية لإعانتها على التصدي للفيروس. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن بوريل إن الولايات المتحدة تمنع صندوق النقد الدولي من مساعدة إيران التي تضررت بشكل كبير جراء الوباء. أيدنا أولا تخفيف العقوبات، وثانيا طلب إيران مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي. أشعر بالأسف لأن الأمريكيين يمنعون في هذه المرحلة صندوق النقد الدولي من اتخاذ هذا القرار. من ناحية الإنسانية كان يتعين قبول هذا الطلب ومساعدة إيران التي ضربها الفيروس بعنف أكثر من أي دولة أخرى في الشرق الأوسط. سجلت الولايات المتحدة خلال الساعات 24 الماضية وفاة أكثر من 1700 شخص بسبب الفيروس، فيما وصل عدد المتقدمين لطلبات البطالة 26 مليون أمريكي منذ بداية أزمة كورونا. على الرغم من تسجيل أكثر من 1700 حالة وفاة بمرض كوفيد 19 في 24 ساعة الأخيرة في الولايات المتحدة، إلا أن هذا العدد يعتبر منخفضا مقارنة بالأيام السابقة التي سجل فيها أكثر من 2000 حالة وفاة. في ظل هذه المعطيات، وقع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لوقف الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت، إلا أن القرار لقي انتقادا واسعا بدعوى أن ترامب يستغل انتشار الوباء ليحقق نقاطا سياسية. من أجل حماية العمال الأمريكيين، وقعت للتو على أمر تنفيذي يعلق الهجرة مؤقتا إلى الولايات المتحدة. سيضمن هذا أن الأمريكيين العاطلين عن العمل من جميع الخلفيات سيكون لهم الأفضلية في الوظائف عند إعادة فتح اقتصادنا. إلى ذلك، تستمر المظاهرات المناقضة لأوامر التزام المنزل والإغلاق باجتياح الولايات المتحدة المنكوبة بفيروس كورونا بدعوى الحد من الأضرار الاقتصادية. الأغلبية الساحقة من المتظاهرين داعمين للرئيس الأمريكي الذي بدوره يرحب بهذه الاحتجاجات عبر منصة تويتر. من جهة أخرى، رحب ترامب بالاتفاق الذي توصل إليه أعضاء الكونغرس حول تمويل المصالح التجارية الصغيرة، قائلا إن جامعة هارفارد تعتزم سداد هذه الأموال للحكومة الفيدرالية. هذا وبعد أن خضع حوالي 4.5 مليون شخص للفحص، ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى نحو 840,000 حالة. وعلى الرغم من الدعوات الأممية للتوحد من أجل مواجهة جائحة كورونا، يستمر الانقسام والجدل بين القوى الكبرى. قدمت فرنسا وتونس مشروعا إلى مجلس الأمن بشأن التصدي للوباء، فيما عقلت سوريا وإيران تبني مشروع قرار سعودي في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن كورونا، في حين عقل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تبني مشروع قرار روسي بشأن الجائحة. الرفض بات حكما في الجولة الثانية من اجتماعات الجمعية العامة حول كورونا. انقسامات دولية أعاقت مشروع قرار سعودي وآخر روسي في ظل الجائحة العالمية، على الرغم من التحذيرات الأممية من حدوث كارثة إنسانية تطال الملايين. في ظل تزايد القومية العرقية والشعبوية والسلطوية وتحجيم حقوق الإنسان في بعض الدول، يمكن أن تقدم الأزمة ذريعة لاتخاذ إجراءات قمعية لأغراض لا علاقة لها بالجائحة. هذا غير مقبول. يجب أن تكون الحكومات أكثر شفافية وتجاوبا للأمر من أي وقت مضى. تشديد على التنسيق الدولي للتصدي لتداعيات الفيروس الاجتماعية والاقتصادية هو المشروع المرفوض روسيا وإيرانيا وسوريا بعد تقديم مقترح له سعوديا. أما في الجانب الآخر للعبة السياسية، فكانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية المعرقلة الأساسية لمقترح روسي يطالب بحسن الجوار تمهيدا لرفع العقوبات التجارية. سقوط يعتبر الثاني لروسيا في جولات الاجتماعات الدولية بعد مطالبتها سابقا برفع العقوبات الدولية ضمن تسهيلات مكافحة فيروس كورونا. تبقى الآمال معلقة بمشروع قرار فرنسي تونسي قدم لمجلس الأمن
يشدد على هدنة إنسانية لمدة شهر في مناطق الحروب، وهو ما أطلقت الأمم المتحدة دعوة بشأنه سابقا لوقف إطلاق نار شامل في مناطق بؤر الصراعات من بينها العراق وسوريا واليمن وليبيا، محذرة من كارثة ستهدد مئات الآلاف إذا تفشى الفيروس فيها. في إسرائيل بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 191، فيما تجاوز عدد المصابين 14,500 حالة. وأشارت وزارة الصحة إلى انخفاض بنسبة الوفيات 3%، هذا وتسجل مدينة القدس أعلى الإصابات تليها مدينة بني براك. حول آخر التطورات والمستجدات لفيروس كورونا ينضم إلينا من مدينة القدس مروان عثماني مراسلنا. مرحبا بك مروان، ما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية لمواجهة الوباء خلال الفترة القريبة؟ أدهم، الحكومة الإسرائيلية كانت قد اعتمدت حكم قوانين الطوارئ، تعليمات بموجبها يتم فرض حظر التجول، نوع من حظر التجول إذا ما شئت أن نسميه، مع ابتداء من الغد لمدة 10 أيام متوالية، بدءا من الساعة 6 مساء حتى 3 صباحا، بحيث تغلق جميع المحال ولا تسمح الحركة إلا للضرورة القصوى. هذا جزء من الإجراءات التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية مع حلول شهر رمضان، أسوة بالحكومة عللت ذلك بأسوة بالقرارات أو بالخطوات التي كانت قد اتخذتها إبان الفصح اليهودي والأعياد اليهودية بعد انتشار وباء الكورونا بصورة كبيرة في صفوف المواطنين اليهود، وهي تخشى أكثر مما تخشاه انتشار أو تكرار السيناريو ما حدث مع اليهود في أثناء عيد البوريم أن يتكرر في أثناء رمضان، وبالتالي هي وضعت هذه الإجراءات. بالتالي هنالك إجراءات التي سيبدأ بتطبيقها في الغد. نرى هنا حيث نقف نحن في صلاح الدين في أحد الشوارع الرئيسية لمدينة القدس، الحركة التجارية الخفيفة والضعيفة نسبيا مقارنة بالسنوات خلت عشية رمضان، لربما هذا نتيجة تخوف الناس بالإضافة إلى ضعف القدرات الشرائية وما إلى ذلك من هذه التفاصيل ذات العلاقة. نعم مروان، أنت تتواجد في مدينة القدس، وبالطبع يعني كان هناك حديث عن إغلاق للمسجد الأقصى المبارك خشية من انتشار الوباء وأيضا تقييد عدد المصلين. هل هناك مخاوف إسرائيلية أمنية من أن يكون هناك صدام على الأقل؟ ونحن نعلم أن شهر رمضان المبارك يعني تشهد المدينة ازدحام وأيضا توافد للمصلين لهذه المدينة المقدسة. أدهم، الأوقاف الإسلامية كانت قد أعلنت قبل حلول شهر رمضان بكثير إغلاق مسجد الأقصى قرابة 3 أسابيع أو أكثر، حتى منذ ما حين وصولا حتى اليوم الأقصى مغلق أمام المصلين، بالتالي لا تقام صلوات وهي محصورة على سدنة الأقصى وحراس الأقصى والعاملون في الأوقاف الإسلامية فقط، بالتالي لا توجد حركة كثيفة في داخل المدينة ولا توجد حركة للمصلين والحجاج للوصول للمدينة لإقامة صلاة التراويح وهي المناسك الأهم خلال شهر رمضان، بالتالي لا توجد حركة، بالتالي لا يوجد وصول للناس. هذا بطبيعة الحال ينعكس على الأجواء إيجابيا هنا فيما يتعلق على الأقل بمخاوف الصدام والاصطدام مع القوات الشرطة الإسرائيلية المنتشرة بكثافة وتنتشر بكثافة أكثر في رمضان، خاصة أن رمضان يعتبر من أحد الأشهر الأكثر صدامات، شهد الكثير من الهجمات والكثير من الأحداث الأمنية التي تم فيها توجهات وقيام بالعديد من العمليات ضد القوات الإسرائيلية، بالتالي هنالك خشية من هذا الموضوع، لكن هذه الخشية هي أقل، الشرطة الإسرائيلية تنتشر بكثافة، لكنها مع ذلك في ذات الوقت لا ترى أن هنالك مخاوف أمنية ذات علاقة من حدوث صدام، سيما وأن بسبب عدم تواجد المصلين سواء القادمين من خارج القدس من مناطق 48 داخل إسرائيل أو من الضفة الغربية. نعم، إذن مراسلنا مروان عثماني حدثنا من مدينة القدس، شكرا جزيلا لك. عشية شهر رمضان المبارك تشدد السلطات الإسرائيلية تجديداتها في المدينة في ظل انتشار وباء كورونا.
اختفاء المتسوقون والضيوف وشكوات من قبل تجار المدينة إلى جانب إغلاق المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه. حول آخر التطورات مراسلنا مروان عثامني أعد لنا هذا التقرير. خطوات متعبة ومتثاقلة، حوانيت مغلقة، وقلة من المشترين، وصمت ضجر، وأقصى مغلق تمنع الصلاة فيه. هكذا بدت الحال في أسواق وحواري البلدة القديمة في القدس التي تستقبل رمضان هذا العام في ظل انتشار الكورونا. موسم عيد الفصح راح وما في زوار، وهلا راح يجي رمضان وعيد الفطر ما في زوار. هذه مش الأجواء اللي كنا نتوقعها ونتأملها، شيء أكيد هذا. فنتوقع يكون أكثر ناس حركة. شوف جو شهر رمضان سيء، يعني عالم ثانية، ناس ثانية. اختفت أصوات التجار المروجة لبضائعها، واختفت معها بسطات السوق وفلاحاته، واختفى معها المتسوقون والضيوف إلا من قلة قليلة. أما لسان حال التجار فيشكو ما آلت الأوضاع إليه في ظل التقييدات الصحية المفروضة. والله الوضع تغير، ما رح يجي للأحسن. يعني حتى لو أنه انفتحت ومفرجت القصة وقالوا فيش كورونا وانتهت، كل المواطنين هلقيت وضع صعب جدا، وضع مادي صعب. القيادات الفلسطينية أشارت من جانبها لمساعيها لمساعدة أهل المدينة قدر المستطاع في ظل التقييدات الإسرائيلية لتخطي الأوضاع الراهنة. نحن نقوم بكل ما في وسعنا من أجل أولا مساعدة العائلات الفقيرة في مدينة القدس، الاتصال أيضا مع أعضاء الكنيسة من أجل أن يضغطوا على الحكومة الإسرائيلية لإقامة عدد من مراكز الفحوصات. وحده باب العمود، درة تاج مداخل القدس العتيقة، بقي ينتظر أجراس عودة الزائرين أن تقرأ. عيد، بأي حال عدت يا عيد؟ رمضان حزين يعتري حواري القدس العتيقة وأسواقها في ظل جائحة كورونا، وهي التي ظلت على الدوام تلبس أحلى ما في حلتها وزينتها لاستقبال الشهر الفضيل. من سوق العطارين في البلدة القديمة في القدس، مروان عثامني، i24 News. نبقى في الشأن الفلسطيني. سلمت وكالة التعاون والتنسيق التركية وزارة الصحة الفلسطينية مواد تعقيم وتنظيف للمختبرات المركزية الفلسطينية للمساعدة في مواجهة الفيروس. وفي سياق متصل أعلنت الوزارة عن ارتفاع عدد المتعافين إلى 92 من مجمل الإصابات التي وصلت إلى نحو 480. قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن طهران ستدمر السفن الأمريكية إذا تعرض أمنها لتهديد في الخليج. وتأتي هذه التصريحات ردا على ترامب الذي توجه لطهران محذرا بأنه سيتم إطلاق النار على أي سفن إيرانية تتعرض للإسطول الأمريكي. تصعيد إيراني أمريكي يطفو مجددا على مياه الخليج العربي، فبعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف أي قطعة بحرية إيرانية في حال احتكاكها بالبوارج الأمريكية، يهدد الحرس الثوري بتدمير السفن الحربية الأمريكية إذا تعرض أمنها لتهديد في الخليج. طهران تعلن عن استعدادها لمواجهة أي تهديد في وقت اعتبر البنتاغون بأن إيران تشكل خطرا على أمن المنطقة. نحن نعتبر هذا دليلا آخر على سلوك إيران الذي يهدد أمن المنطقة. أعتقد أنه عندما ننظر إلى سلوك قواربهم نرى ذلك، أنهم يفهمون أن هناك حدودا وخطوطا لا يجب عليهم تجاوزها. تهديدات تأتي على وقع رسائل أطلقتها إيران للعالم مع إطلاقها أول قمر صناعي عسكري. مراقبون يرون أن التصعيد الإيراني الأمريكي لن يشعل فتيل الحرب، حيث شهد الخليج خلال السنوات الثلاث الماضية ما يزيد عن 12 عملية احتكاك بين القوات البحرية للبلدين، عمليات لم تؤدي لمواجهة عسكرية سوى مواجهة محدودة على الأراضي العراقية بعد اغتيال قاسم سليماني، وهو ما يراه البعض بأن الأراضي العراقية من الممكن أن تبقى ساحة لتصفية الحسابات بين الطرفين. انتهى اليوم اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن الذي أعلنه التحالف بقيادة السعودية دون أن يفضي إلى هدنة دائمة.
ورغم الدعوات الدولية لوقف الاقتتال بين طرفي النزاع في ظل انتشار فيروس كورونا، ثمة مخاوف من استمرار الحرب وإضعاف القدرة من أجل مواجهة الجائحة. دعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار وإنهاء النزاع مع اقتراب بداية شهر رمضان. وأشارت ويليامز إلى أن ليبيا أصبحت ساحة اختبار لجميع أنواع الأسلحة الجديدة، ودعت كل من ينتهك حظر الأسلحة إلى التوقف عن ذلك. وفي سياق متصل، كشف وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي بشاغة أن ثمة تقارير أولية تتحدث عن استخدام أسلحة كيميائية ضد قوات الوفاق خلال المعارك الدائرة في محيط العاصمة طرابلس. أفادت تقارير أن أسعار النفط قفزت في التعاملات بآسيا مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج. ووفقا للتقارير، فإن التوتر طغى على انعكاسات انتشار فيروس كورونا الذي يتسبب بإضعاف الطلب ويغرق المنشآت بالمخزون. وكانت أسعار الذهب الأسود قد انهارت مؤخرا مع تدابير الإغلاق التي تتخذها السلطات في أنحاء العالم للحد من تفشي الوباء، وتراجع الطلب العالمي على الخام. أعلنت الكويت إجراء يهدف لدعم أسواق النفط العالمية التي تعيش حالة من التقلبات بسبب تراجع الطلب العالمي على الخام وامتلاء مستودعات النفط العالمية. وقال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل إن بلاده بدأت بخفض إمدادات النفط للأسواق العالمية، وذلك من باب الاستشعار بالمسؤولية واستجابة للوضع الذي تشهده سوق النفط. وأضاف أن الكويت قررت خفض الإمدادات بالرغم من أن اتفاق خفض الإنتاج لأوبيك بلاس سيدخل حيز التنفيذ بعد نحو أسبوع من الآن. أطلق النجم الإنجليزي لكرة القدم المعتزل ديفيد بيكام مبادرة لمكافحة فيروس كورونا، حيث دعا مشجعيه ومحبي الساحة المستديرة للعب مباراة كرة قدم حماسية ضده من أجل جمع الأموال ودعم جهود الإغاثة في مواجهة الفيروس. ونشر نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق مقطع فيديو على صفحته في إنستغرام أعلن خلاله عن تلك المبادرة. سأشارك في تحدي جمع الأموال. هنالك العديد من العائلات بوضع خطير الذين يكافحون من أجل العثور على المال والغذاء، ونريد دعم بعض المؤسسات الخيرية الخاصة التي تقوم ببعض الأعمال الرائعة كل يوم في ظل هذه الظروف الصعبة. نبقى في الرياضة. انضم النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الحملة التي يقودها المغني العالمي سوكلينج لمساعدة الأطباء والجمعيات الخيرية في الجزائر التي تكافح فيروس كورونا. واستجاب قائد منتخب محاربي الصحراء لطلب سوكلينج الذي أطلقه على موقع التواصل الاجتماعي تحت شعار تضامن مع الجزائر. وكان وزير الصحة الجزائري قد كشف أن رياض محرز معروفا بالخارج تبرع بالعديد من المعدات الطبية للسلطات ضمن إطار محاربة فيروس كورونا دون الكشف عن اسمه، لكن عدة تقارير صحفية أشارت إلى أن محرز يقف خلف تلك المساعدات. أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي عن تقدم الدوحة والرياض بملفين رسميين لاستضافة الألعاب الآسيوية 2030. واستضافت الدوحة الألعاب الآسيوية عام 2006، لكن لم يسبق للسعودية أن استضافت الحدث الذي يشمل العديد من الرياضات. هذا وتستضيف مدينة أنغتشو الصينية الألعاب الآسيوية المقبلة عام 2022. وفي قطر تستمر أعمال البناء في ملعب لوسيل القطرية مع اتخاذ التدابير الصحية مع انتشار وباء كورونا. هذا ويستضيف الملعب إلى جانب ملاعب أخرى مباريات كأس العالم 2022. يصنع سكان غزة الفوانيس خلال فترة الإغلاق مع قدوم شهر رمضان، وذلك بسبب ازدياد الطلبيات عليها.
عائلة اليعقوبي من قطاع غزة لم تجد فرصة أفضل من الحجر الصحي المنزلي في ظل كورونا لإظهار موهبتها في صناعة فوانيس رمضان. فوانيس تزين المنازل والمحال والشوارع العامة ابتهاجا بحلول الشهر الفضيل، وتشكل مصدر رزق وعملا لهذه العائلة. التزمنا في بيوتنا، فكان هناك في وقت فراغ كبير جدا، يعني استثمرنا هذا الوقت انه ابنائنا بدل ما يخرجوا للشارع ويعني لا سمح الله يتعرضوا لعدوى او شيء، فعلمناهم عمل اللوحات الفنية بالفوانيس وزينة رمضان. عائلة اليعقوبي تعمل كخلية نحل لصناعة أكبر عدد ممكن من فوانيس، ازداد عليها الطلب من المعارف لشحها في الأسواق. أصحاب المحلات التجارية أيضا أضحوا من زبائن اليعقوبي بفعل مخاوفهم من استيرادها من الخارج في ظل انتشار الوباء في العالم، وخاصة في الصين الموارد الأكبر لمثل هذه البضائع. لاحظ أنه الاستيراد من الصين مش موجود بسبب إغلاق المعابر بسبب هذا الوباء المنتشر في العالم وليس في فلسطين لوحدها، فتفاجأت أنه يبدو أنه السوق في نقص وماء للفوانيس لاستقبال شهر رمضان. وفي الوقت الذي يقطع كورونا على العالم فرحته بالمناسبات الدينية، نجحت عائلة اليعقوبي بقطع الأوراق وتحويلها إلى زينة لترسم البسمة على وجوه الصائمين. نهاية النشرة، أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.